صباح الخير أعزائي المشاهدين، صباح كله خير ورحمة وطيبة علينا جميعا إن شاء الله. بنلتقي من خلال حلقة جديدة من طعم البيوت، وهي في الحقيقة حلقة خاصة بنحتفل فيها بذكرى عطرة وذكرى عزيزة جدا على قلوبنا جميعا، وهي ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى حبيب الخلق وسيد الخلق والمرسلين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واللي بيحتفل بيها المسلمين على مستوى العالم كله في احتفالات بتاخد أشكال متنوعة. النهاردة بنقدم لكم حلقة خاصة بنستضيف فيها الدكتورة جيهان ياسين يوسف وعظة بوزارة الأوقاف، وبنستضيف معاها نريمان عادل ودينا عبد الجبار. الدكتورة جيهان ياسين يوسف هي وعظة بوزارة الأوقاف، وهي من مؤسسي حملة هذا هو الإسلام، وهيكون لينا معاها حديث طويل إن شاء الله، ولكن بعد ترتيب فقراتنا. وبنلتقي دلوقتي بأول فقرة في حلقتنا النهاردة. أهلا بيكم مرة تانية مشاهدينا، وكل سنة وانتوا طيبين. ذكرى خاصة، ذكرى المولد النبوي الشريف اللي بيوافق 12 من ربيع الأول من كل عام هجري. المسلمين على مستوى العالم بيحتفلوا بهذه الذكرى العطرة العزيزة، وبيستحضروا منها أخلاقيات وسلوكيات، وإزاي هو الإسلام الحقيقي. وده موضوع حلقتنا من خلال حملة بعنوان هذا هو الإسلام، اللي هنبدأها إن شاء الله مع بداية لقائنا معاكم. دلوقتي بنتابع فقراتنا في تقرير دلوقتي، وهو ندوة عن الدراما المصرية وحرب الاستنزاف ما لها وما عليها. سعيد جدا بالندوة لأن ادتني فرصة أن أنا أحكي ذكرياتي أنا عن نكسة 67، حرب الاستنزاف، التمهيد للانتصار العظيم وعبور جيشنا في 6 أكتوبر 73، الفترة اللي أنا عشتها. وفعلا يعني بقول أن عمري ما حسيت بشعور حلو زي يوم 6 أكتوبر. فكان بالتالي هناك الكثير من الأطروحات تم طرحها في ندوة النهاردة. كان لدينا مجموعة من السادة الحضور اللي أثروا هذه الندوة إثراء شديدا، الفنان الكبير سمير صبري، أيضا كمان مدير التصوير سعيد الشيمي، والمنتج الكبير أيضا كمان محسن أبو علم. فبالتالي الكلام والحوار كان مهم جدا، لأن احنا تناولنا الدراما بكل أبعادها. كان في حاجة اسمها حرب الاستنزاف، الناس كلها يمكن الجيل الجديد ما كان شيء متابع حرب الاستنزاف. يعني من يوم ما تنحى عبد الناصر ونزل الشارع كله، او بمعنى صح الجماهير المصريه كلها تطالب بعوده عبد الناصر الى الحكم، بتفكرنا بيها زي 30 يونيو ما حصل مع الرئيس السيسي، ما نزلوا وادوا له التفويض، هو حصل برضه يعتبر ادوا لعبد الناصر تفويض لاعاده بناء الجيش واعاده حرب الحرب مع اسرائيل. النهارده يعني مبسوطه جدا ان انا بحضر ندوه في مكتبه مصر العامه، الندوه عن حرب الاستنزاف. انا ببقى سعيده جدا ان احنا بنتكلم عن الحرب، لاني انا من الجيل اللي ما حضرتش اي حروب، بس ببقى سعيده جدا ان انا اسمع عن التاريخ ده، لانه تاريخ مشرف وجميل، وانا طول الوقت عندي شغف ان انا اعرف اكتر، ونفسي قوي فعلا يعني ان احنا نعمل افلام ومسلسلات تتكلم عن التاريخ ده طول الوقت. انا سعدت بهذه الندوه لانها ندوه تعتبر من الندوات اللي احنا بنحتاجها في الفتره دي. هي بتناقش دور السينما في الحياه الوطنيه بشكل عام، يعني خاصه في هذه المرحله اللي مصر محتاجه فيها اولادها في كل المجالات ان هم يكون لهم دور قوي في هذه المرحله. الاهم ان الموجودين كانوا على المنصه كلهم مؤهلين بتاريخهم الطويل وبفكرهم اللي قدموا بيه سينما مختلفه في فترات مختلفه في تاريخ مصر، كانت ناجحه وكانت وطنيه بشكل يعني استطاعت ان هي توصل للناس بشكل او باخر. We'll be right back.
اهلا بيكم مره تانية مشاهدينا. دلوقتي احنا في فقره فطارك عندنا اللي بنحاول دايما نختار فيها انواع وجبات تدينا طاقه علشان نستمر في نشاطنا طول اليوم. معانا النهارده على الفطار وجبه رز باللبن، ودي ليها فوائد كتيره قوي. خلينا نقول الاول ان هي يعني مش محتاجه قوي ان احنا نقول وصفه او مقادير. احنا معانا الرز مسلوق تقريبا على النار، ومعانا اللبن، معانا سكر طبعا، ومعانا ايضا نشا هندوبه في الميه. نقدر نقول تقريبا معلقتين كبار نشا، نحط عليهم ميه وندوبهم في الميه عشان يدي السمك بتاع الرز باللبن. طبعا اي اضافات بقى وارده على الرز باللبن، اي انواع مكسرات انتوا عايزينها، انتوا بتفضلوها زبيب، اي نوع من انواع المكسرات، طبعا مفيد قوي صحيا ويدي طعم ويضيف طعم للرز او للوجبه. احنا بنزود اللبن ونستمر في التقليب عشان يكون معانا سلس ومفيش اي تجمعات فيه. اهو الرز بيغلي على النار، الرز باللبن، بنحط عليه السكر بالنسبه للبن احنا عارفين فايدته، ومفيش مانع ان احنا نفكركم بيها ان هو بيحتوي على معادن كتيره قوي. المعادن دي مفيده لجهاز المناعه، المعادن زي مغنيسيوم، زي زنك، زي سيلينيوم. هو كمان فايدته في ان هو بيقلل اي التهابات موجوده في الجسم. اللبن معروف ان اللي بيشرب لبن ده بيقلل الشهيه عنده، فبنلاقي ان هو بيستهلك عدد سعرات حراريه اقل من الانسان اللي ما بيشربش لبن، على الاقل ب 100 سعر حراري. احنا بنستمر زي ما قلت لكم في تقليب الرز باللبن. احنا عارفين ان ربع مثلا ممكن كوبايه رز او ربع كيلو رز يعني بياخد كميه لبن كبيره، بياخد اكتر من كيلو لبن مثلا، بيعمل لنا كميه، بيفرش معانا كميه، فحسب طبعا عدد الافراد اللي هياكله، بس هو اكيد مفيد جدا وبيدينا طاقه طول اليوم. الرز المسلوق ليه فوائد لوحده، لو تحبوا برضه اقول لكم فوائد الرز. اولا بالنسبه لكل، لو هنتكلم عن التجميل والمظهر والشكل، ففي بياخدوا الرز المسلوق بينشفوه، بعدين بيطحنوه، بيحطوه على الجلد، ده بينعم البشره. هو ايضا بيساعد على مقاومه اي نقص في نشاط الكلى. الرز المسلوق تناوله او يعني حسب الابحاث ما بتقول وحسب ما قرينا ان هو بيساعد جدا في تقليل اي نقص بسبب عدم نشاط الكلى او امراض الكلى. مش بس كده، هو بيظبط لنا درجه حراره الجسم. احنا ممكن نضيف النشا ولما نلاقيه بدا يتقل اخر حاجه نحطها الفانيليا اللي هتدي لنا الريحه وتدي لنا برضو طعم. بعد كده طبعا بنحطه في اطباق يبقى جاهز على الاكل حسب كميته. خلينا نقول على بال ما الرز يجهز ان احنا عندنا لسه فقرات متنوعه بنلتقي بيها وتقارير ايضا متنوعه. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانيه. سيبنا الرز يغلي على النار، اضفنا زي ما شفنا النشا بعد ما دوبناه في الميه، اضفنا الفانيليا في الاخر خالص، وطبعا اكيد اللبن كان بيغلي مع الرز اخد السمك اللي احنا عايزينه. طبعا هو لما بيبرد احنا عارفين ان هو برضو سمكه هيزيد. بنسيبه يبرد، بنحطه في الثلاجه، بيبقى وجبه شهيه تتاكل طول اليوم واي وقت، نستعملها كحلو ونستعملها كفطار، ويدي معانا عدد افراد كبير مع ان الكميات المستخدمه كانت زي ما انتم شايفين قليله قوي. دلوقتي هنحضر الشاي او بنعد الشاي لضيوفنا الكرام. زي ما قلت لكم ان احنا معانا ثلاث ضيوف النهارده،
الدكتورة جيهان ياسين وهي واعظة بوزارة الأوقاف، ومعاها نريمان عادل ودينا عبد الجبار، وهم الثلاثة هيكلمونا عن حملة اسمها هذا هو الإسلام، بتبدأها أو تحت إشراف وزارة الأوقاف، وبتبدأها كل عام، هي مش حملة جديدة، وواضح قوي يعني من العنوان هذا هو الإسلام إن إحنا بنتكلم عن الأخلاقيات المستوحاة أو اللي ممكن نستوحيها من ذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال سلوكيات الرسول عليه الصلاة والسلام، من خلال السيرة النبوية، وده هيكون موضوع إن شاء الله لقائنا. دلوقتي الشاي جهز، بنستكمل تقريرنا معاكم، وتقريرنا دلوقتي عن تمور ومشغولات مصرية. نشوف مع بعض التقرير ونبدأ اللقاء بعديه على طول. التمر عندنا يعتبر رقم واحد في مصر، وده اللي بيخلي المستهلك يبقى عليه قبول اكتر من المحافظات التانية. تتميز البلحة بتاعتنا بجودتها، جودة ثمرة البلحة بتوصل ل 70% من السكريات، ودي يعتبر من اجود التمور الموجودة بتنافس عالميا. المنتج بتاع الوادي الجديد يعتبر بيتصدر اكترها في شرق اسيا، في المغرب رقم واحد، اكبر دولة بتستورد البلح المصري، نحن بننافس بقوه فيه هناك. احنا طبعا 40% من مساحه مصر الوادي الجديد، ودي اكتر حاجه فيها بالنسبه للطبيعه هناك. ما بنستخدمش اي مبيدات حشريه، ما بنستخدمش اي كماوي، شغله كله بيور من الارض للطبيعه. المياه الجوفيه بتاعتنا كلها تتميز انها تعتبر مياه معدنيه. استغلينا شمس الوادي في موضوع ان احنا نجفف الحاجات على الشمس، بالنسبه للبصل، بالنسبه للثوم، خضروات مجففه. بنعمل تجارب حاليا على الفاكهه المجففه، وده اللي احنا نقدر ننافس بيه، ويبقى هو هدفنا في التصدير يعني. عندنا تشكيله كبيره جدا من التمر، تتميز بقى يعني. عندنا المنتج الجديد النازل بتاعنا اللي هو العجوة الجديده، وده المفهوم الجديد للعجوة غير العجوة الصفيح، هي بنعملها دلوقتي في الاكياس الفاكيوم. بيبقى ده بنطلع العسل بتاع البلحه بطريقه التصنيع بتاعتنا، بتطلع العسل بتاعها، بيبقى كيس لامع، بده يعرف ان هو ده العجوة بتاعه الوادي الجديد الجديده. عندنا طبعا تشكيله مكسرات جامده. عندنا البلحه الجديده اللي هي بلحه الهليج او بلحه مرضى السكر، ودي البلحه عليها ابحاث قويه جدا على النت، وعليها بحوث شديده جدا. مركز بحوث في مصر عامل عليها انقلاب جامد جدا، ان البلحه دي اكتشفوا انها بتنشط المنكرياس اللي في الجسم الانسان، اللي هو بيفرز الانسولين، بيظبط نسبه السكر في الدم. صاحبه مشروع شغل المشغولات اليدويه، انا بدات المشروع سنه 99 بالتعاون، كنت اخذه من صندوق الاجتماع للتنميه ايامها، كنت حصلت على قرض بدات به المشروع. يعني احنا هنا هناك كله الايد عامله، يعني لو بنت شغل على مكنه ما عندهاش برضو الخبره ان هي تطلع المنتج يعني بالفنش اللي انت ايه تقدر تصدر به الخارج. فلو امكن في مصانع تشطب الشغل، مش هي مش هتنتج القطع الخام، لان هي طبعا ده كله شغل يدوي، يعني استحاله في مكنه تطلع زي ده. انما لو مصنع يعمل لك بقى فنش في التشطيب نفسه، هيديك منتج يعني خرافي عالمي. اهلا بيكم مره تانية مشاهدينا، نبدا لقائنا معاكم. لقائنا النهارده بنتكلم فيه بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف اللي بنحتفل بيها 12 من ربيع الاول من كل عام هجري، بيحتفل بيها المسلمين على مستوى العالم كله في احتفالات بتتخذ اشكال متنوعه، ولكن الاهم كمان من المظهر او المظاهر ومظاهر الاحتفالات الروحانيات اللي بنستعيدها بهذه الذكرى العطره.
بيسعدني ان يكون معانا في لقائنا النهارده الدكتوره جيهان ياسين يوسف، واعظه بوزاره الاوقاف، وهي من مؤسسي حمله هذا هو الاسلام. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. معانا بقى من الشباب او نقول الشابات دينا عبد الجبار، اعضاء في اللجنه في المبادره، ومعانا ايضا نريمان عادل. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. هي دي مبادره هذا هو الاسلام. الاول طبعا كل سنه وانتم طيبين، انتم بصحه وسلامه، وكل المسلمين على مستوى العالم بنعيدوا علينا بالخير واليمن والبركات يا رب، وطيبين. ولما بنلاقي فيه احاديث عن مظاهر الاحتفال والمفروض، لا مش المفروض، احنا بنقول احنا بنستغل اي فرحه، اي مناسبه طيبه وجليله وعطره زي دي علشان نفرح، علشان يكون عندنا مظاهر بهجه وفرح، عشان نستعيد روحانيات. احنا مش أكيد. عايزين مظاهر بس. اكيد طبعا. حضرتك متفقه معايا ولا؟ طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبراس المتقين المبعوث رحمه للعالمين، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم احتفال، مش عايز اقول ان هو واجب على كل مسلم، لكن عايزين نعرف ايه هو معنى الاحتفال، ولما لا نحتفل بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو الخاتم للمرسلين جميعا والجامع لكل الشرائع، من جاء لهذه الأمة ليخرجها من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من واجب كل مسلم أن يحتفل به. ليه؟ ده هو ده اللي واخد بإيدينا إلى الجنان العلى. فعلشان كده إحنا عايزين بس نفرق ما بين الاحتفال الفلكلوري اللي كل بلد بيبقى ليها مظهر من هذا الاحتفال، وبين الاحتفال الحقيقي اللي هو الواجب على كل مسلم فعلا أن يحتفل به. الاحتفال جيهان، ما فيش مانع أن إحنا ناخد كل أشكال أكيد الاحتفالات. أكيد طبعا، ده لا بأس. يعني الشكل والمظهر والبهجة والحلوة وتوزيع الطعام تمام. والقصائد المحمدية والمدائح النبوية، كل ده ما فيش مانع منه. بالعكس، مظهر من مظاهر بس بقى ما نغفلش زي ما حضرتك بتقولي كمان المعنى العميق للذكر. فاحنا بنقول ان الاحتفال الفلكلوري الحلوى والعرائس ونظم الكلمات وحضور المنتديات والشعر المنصور والكلام المنظوم، كل ده لا بأس به في حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بالمؤمنين اللي هم فرحانين برسولهم ونبيهم. أيوة. لكن الاحتفال الحقيقي اللي احنا عايزين أن ينتبه إليه كل مسلم، وهو ده يمكن هدف الحملة اللي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية السيد الدكتور محمد مختار جمعة، اللي هو الاحتفال الحقيقي. إيه هو الاحتفال الحقيقي؟ هو اتباع سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع منهجه، اتباع هديه، اتباع خلقه. فهذا الاتباع هو الواجب في الاحتفال الحقيقي. جينا بقى نقول ان في ناس كتيره بتقول لا يجوز الاحتفال بسيدنا النبي، نقول لهم معلش ارجعوا اقروا كويس في الكتب، هتعرفوا ان الاحتفال بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هو احتفال مشروع، واول من احتفل بميلاده هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجاء في الصحاح لما سالوه عن صيام يوم الاثنين فقال هذا يوم ولدت فيه. فيبقى اول من احتفل بميلاد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين لو الشباب برضو يبقوا معانا يعني يشتركوا معانا في الحديث، احنا بنلاقي دلوقتي وانتوا بتحتكوا، لان انتوا بنات جماعيات فبتحتكوا بالبنات اللي في سنكم والشباب عموما، بتلاقوا ان احنا بنحتفل باعياد مش اعيادنا اصلا دلوقتي. فده يخلينا او ادعى ان احنا نحتفل بقى بالمناسبات اللي هي مرتبطه بديننا، مرتبطه بمجتمعنا. احنا بنسمع عن اعياد كتيره دخيله يعني، وكل الشباب بنلاقي او شباب كتير بيحتفل بيها، مش كده؟ صحيح. ولا انتوا؟ ايوه تمام. احنا بقى دورنا، انتوا اعضاء كمان في مبادره هذا هو الاسلام. تمام. احنا كمان دورنا بقى اللي احنا كمان نحيي يعني احتفال سيدنا النبي زي ما احنا شايفين كل الاحتفالات اللي قدامنا، فاحنا لازم يعني نخص بقى ديننا بحاجه، يعني نخص وكمان هنخص بسيدنا النبي. فاحنا لما نحتفل، وكمان مش لازم احتفالنا زي ما دكتوره جان قالت ان هو يبقى احتفال فلكلوري، لا يعني كمان بالاخلاقيات. يعني احنا نحاول نبين اخلاقيات سيدنا النبي، رحمة، خلق، العفو، التسامح، كل الأخلاق دي لما نظهرها هو ده الاحتفال الصح، ده الاحتفال الأخلاق للرسول عليه الصلاة والسلام. وده أهم حاجة. دكتورة جيهان، التغيير في وعي الناس، إن احنا نغير وعي الناس، إن احنا نغير أسلوب التفكير، الحديث للشباب، إن احنا نتكلم مع الشباب نغير وعيهم، نرقي سلوكياتهم. دلوقتي كمان متهيألي ان هو بقى اصعب من الاول. حضرتك داعيه بقالك سنوات، تمام. لاحظتي ان عملك بقى اكتر صعوبه؟ اصعب
أصعب. يعني دلوقتي هو رب العزة لما بيقول وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يبقى هو لازم الحكمة والموعظة الحسنة هي دي تكون أساس الدعوة. لما نيجي نشوف الشباب في هذا الوقت، طبعا الدعوة إليهم صعبة. ليه الدعوة إليهم صعبة؟ بقى في وسائل كتيرة ممكن إن هي بتلعب على الفكر وتغير الفكر وتبقى كأسلوب مضاد بالنسبة للفكر وأسلوب الدعوة اللي احنا بنحاول نوصله إلى الشباب. عندنا دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي بمختلفها دي بتؤثر تأثير قوي في الشباب. انفتاح الشباب على كل المتغيرات اللي بتحصل في الغرب، فده بيأثر بالتأثير السلبي مع الدعوة بالنسبة للشباب. فعلشان كده أصبح المجهود وطريقة توصيل الفكرة والمعلومة وخلق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومفهوم الدين الصحيح علشان نوصله للشباب أصبح فيه بيحتاج إلى مجهود. وغير كده إن نكون بنفس فكرهم. يعني إيه بنفس فكرهم؟ يكون عندك الخبرة في التواصل الاجتماعي، عندك الخبرة في الكمبيوتر، عندك الخبرة في المجالات اللي هم ممكن توصلي بيها، بتتحدثي نفس اللغة بتاعتهم بالظبط كده، علشان يبقى الأسلوب مؤثر وواصل إلى الشباب، يقدر إن هو يغير فعلا في أفكارهم. أيوه، وخصوصا ان انت بتواجهي حرب شرسه، هي حرب صعبه جداً مش سهله، وخاصه فانت بتواجهيها والمفروض ان انت تكوني على نفس المستوى زي ما حضرتك بتقولي. تمام. سواء التكنولوجي سواء الخطاب نفسه اللي بتوجهيه للناس وللشباب، مش بس الدافع بيه عن نفسك، انت بتثبتي بالادله كمان بالأدلة ان مش ده الاسلام الحقيقي بالزبط. وان مش دول هم ممثلي الاسلام، سواء كانت حوادث بقى بنشوفها فرديه او لمجموعات او تطرف في بلاد مختلفة، انت عليك رسالة انك تقولي ايه هو الاسلام الحقيقي بالظبط. فالمفروض لغات مختلفة، المفروض انت مش بتخاطبي العالم الضيق بتاعنا، لا لا خالص، يعني الضيق بتاعكم فكرتوا في كده، يعني ممكن توجهوا بلغات مختلفة، ممكن يكون على الانترنت، ممكن يكون بفيديوهات واستدلال باحاديث وايات مختلفة ويتم الترجمة للمعنى على قد ما نقدر. هل فكرتوا في الحملة ان انتوا تتابعوا الاسلوب ده؟ اتفضلي. يا بالفعل في صفحه باسم المسجد بنحاول ننزل عليها الدروس المستفاده من اللي بناخدها في المسجد واخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نحاول ننشرها عشان توصل اكبر عدد من الناس. حتى غير الصفحه الرسميه ديت، في الصفحات الشخصيه بتاعتنا برضو بنحاول ننشر عليها دوت الندوات اللي بنحضرها، الاحتفالات، الدروس اللي بناخدها، بحيث انه يوصل لعدد اكبر من الناس، وان لو حد يحب يشارك الحاجات دي او حد يحب ينتمي للدروس أيه. دي او الندوات دي ينضم ليكم ونحاول نوصل صوتنا لاكبر عدد من الناس. وممكن الدروس دي تبث اونلاين او جزء منها، ما هو ده اللي احنا بنعمله، ده اللي احنا بنعمله علشان تجذبي الشباب بالفعل. يعني وهو ده مش كده وبس، ده دلوقتي ابتدت تلفت انظار وزاره الاوقاف، ابتدت تعمل ايه؟ ابتدت تعمل ان كل الخطب بقت تيجي بترجمه بلغات مختلفه علشان التواصل. احنا مش بنتعامل مع العالم الضيق الاسلامي هنا في البلد وبس، احنا بنتعامل مع مختلف البلاد. فكان الفكر ان بقى في ترجمه وبقى في دلوقتي تعليم للواعظات وللائمه في اماكن كثيره، وفي اكاديميه الاوقاف الدوليه اللي هي دلوقتي معموله بيدرس فيها بعض الائمه والواعظات، ابتدى بقى فيها لغات مختلفه، اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه، تعليم الكمبيوتر على اعلى مستوى. فكل الحاجات دي لاستحداث الفكر والوعي اللي كان يكون على قدر يليق بالتعامل مع المستوى الفكري للشباب. الله، يعني هو ده الكلام فعلا اللي نفسي ان هو يتم بصوره كمان موسعه. ده ان شاء الله باذن الله. الاستحداث الفكري يعني فعلا ده التعبير الصح قوي والمفروض يطبق. يعني ما بقاش دلوقتي الفكر في الائمه والواعظات اللي هم التابعين لوزاره الاوقاف انه شيخ هيعتلي المنبر ويقول قال الله وقال رسول ويقول حديثين وخلاص على كده، لا، ما بقاش ده خالص فكر الائمه والواعظات، لكن دلوقتي بقى في فكر ومنهجه جديده للفكر علشان تقدر ترتقي بالمستوى الفكري والمستوى اللي يصل للناس. هي دلوقتي اصبحت الناس كارهه الشكل النمطي القالبي للامام او للواعظ، لا، هم عايزين فكر جديد، فكر مبسط يقدر يصل اليهم من خلال نفس الفكر بتاعهم. وفعلا ده الاتجاه دلوقتي، يعني في خطوات ايجابيه احنا لاحظناها على فكره. وانا على فكره مش بتكلم عن مصر بس، انا بتكلم عن مصر وخارج مصر. في دلوقتي ائمه وفي دعاه على مستوى العالم الاسلامي كله في بلاد مختلفه على درجه كبيره جدا من الثقافه والوعي، وبيؤدوا المهمه منتهى الوعي
والتطور الفكري. انا بقول لحضرتك في الاكاديميه، في اكاديميه الاوقاف اللي هي دلوقتي بندرس فيها للائمه وللوعظات، وتقريبا الدفعه الاولانيه خلاص خلصت، وهتاخد بقى عاملين جدوله بحيث ان كل امام وواعظه تكون مرت بهذه التجربه وبهذه الدراسه، عاملين فيها دراسات مختلفه، دراسه علم بيان، علم اجتماع، علم نفس، حتى علم النفس كله، علشان تعرفي ازاي تتعاملي مع النفس البشريه قصادك، وتعرفي اي مدخل يوصل لها من خلال الدعوه، يعني هتوصلي للي قدامك ده من خلال انهي فكر او من خلال انهي طريقه اللي هي ممكن تصل بيها ويقدر ان هو يتقبل الدعوه، غير ان الحاسب الالي، دوره ICDL حتى في اكاديميه الاوقاف، اللغه الانجليزيه، اللغه الفرنسيه، وبقت في ناس بتاخد المانيه وروسيه، فاصبح دلوقتي الامام او الواعظ على قدر كبير من الوعي حتى يليق بهذا المستوى والفكر، وان هو يقدر يتعامل ازاي مع الناس المسلمين في الغرب ويوصل فكره الاسلام، وهذا هو الاسلام الصحيح حتى يصل الى جميع انحاء البلاد. كنا بنقول ان مفيش مانع ابدا ان احنا نحتفل، ان احنا ننشر مظاهر البهجه والفرح، ان كتير من الشباب نلاقيهم ان هم بيحتفلوا باعياد اصلا مش مصريه ولا تمت لمجتمعنا او ديننا، ورغم كده هم بيتلككوا عشان يفرحوا. تمام. فاحنا كمان بنتلكك عشان نفرح بالمولد النبوي الشريف. ان احنا كمان المهم قوي ان احنا زي ما قلت لحضرتك في البدايه، حضرتك اكدتي بكلامك، نستعيد الاخلاقيات. تمام. وده اللي حضرتك برضو كنت بتاكديه عليا. وازاي بقى ازاي بتستعيدي الاخلاقيه بامثله بتقوليها من حياه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ازاي بتحققي؟ يعني هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، احنا مش هنقول كما يقول الشاطحين ان هذا الكون خلق من اجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هنقول ان رب العزه جعل سيدنا محمد بشر وفي صوره من الكمال البشري حتى يكون كل من في الكون على شاكله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فايه شاكلته ازاي؟ في خلقه، في تعامله، في رحمته، في عفوه، في تسامحه، هذه الأخلاقيات اللي لازم أن تصل لجميع الأعمار ولجميع المسلمين في جميع أنحاء البلاد كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كانت حملة السنة اللي فاتت بتاعت وزارة الأوقاف بتاعت محمد الرسول الإنسانية، هي كل سنة بتاخد اسم وعنوان وهدف معين. فكانت السنة اللي فاتت هي نشر إنسانية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاقيات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان في بيته، كيف كان مع جيرانه، كيف كان مع المسلمين، كيف كان مع غير المسلمين، فنشر هذه الأخلاقيات لكي يقتدي بها الناس، وهو ده اللي احنا عايزينه من الاحتفال الحقيقي. أيوة. اللي هي الناس تعرف سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن معرفة سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، لأن طاعة سيدنا النبي واجبة. رب العزة بيقول إيه؟ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي مرتبطة بطاعة الله. أيوة. وطاعة الله واجبة، فيبقى إذن طاعة الرسول واجبة، ولا تعرف طاعة الرسول وكيفية الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة سيرته العطرة، وهو ده بقى اللي من خلال المبادرات والحملات اللي بنقوم بيها، وده الأساس اللي بنركز عليه في كل الدروس. العمل التطوعي الدعوي، أنتم متطوعات كلكم؟ كلنا. يعني كويس قوي إن أنا ألاقي شباب بنات زيكم بيلاقوا الوقت ان هو يستغل وقتهم في حاجه مفيده جدا للناس، وفي الاخر هم متطوعين، يعني مش بيستهدفوا اي ربح من اي نوع. فلقيت الفكر ده منتشر في الطلبه والطالبات اللي في سنكم؟ كتير منتشر كتير، وكمان احنا ما بقاش العمل التطوعي هو يعني جزء من لا، هو بقى هو الاساس في حياتنا. يعني كل الحاجات اللي احنا بنعملها، كل الندوات وكل الدروس اللي احنا بنحضرها، كل الانشطه اللي احنا بنعملها بقت هي فعلا حياتنا، والباقي بقى كله الدراسه والكلام ده كله ده تابع للي احنا بنعمله. ايوه. يعني الاساس عندنا العمل التطوعي. يعني الاساس هو العمل التطوعي. لا هو فعلا بجد. مش الدراسه. لا مش يعني معلش الدراسه برضه. دراستها الجامعيه خلاص. خلصتي. دينا لسه طالب. ايوه. فهي فعلا هي الاساس. فالاساس دلوقتي عندك هو العمل التطوعي. اللي عرفوا دكتوره جيهان ان هم تعدوا كمان، يعني انتوا حملتكم مش بس بتخاطب الفكر والوعي وبتخاطب الناس، لكن ليكوا اعمال اخرى ومتشعبه في كل المحافظات. احنا بالنسبه لنا بفضل الله، يعني احنا تحديدا كمديريه اوقاف الجيزه، احنا لينا دور كتطبيق عملي ميداني، يعني هو مش مجرد كلام ان هو بيتقال في ندوات او في منتديات او في ملتقى فكري او خلافه، لكن في خلاف ذلك، وده اللي بيرسخ المعنى كويس قوي، هو التطبيق العملي الميداني لما نقوله.
فمثلا عن الرحمه، هيعرفوا ازاي الرحمه لو بتنزلي فعلا انت رحيمه مع الناس، مع الفقراء ومع المساكين، ازاي في الاعمال التطوعيه. فبنعمل الحمد لله بفضل الله قوافل، والقوافل دي لانحاء ضواحي مثلا الصعيد، في اخر الصعيد او في ضواحي الجيزه او في المناطق اللي هي الفقيره اللي بتحتاج الى المعونه او للتكافل الاجتماعي، علشان يفهموا يعني ايه معنى كمان التكافل الاجتماعي. ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ما لم يؤمن بي من بات ايه شبعان ويعلم ان جاره جعان، وهو بايت وعارف ان جاره جعان. فيبقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيوصي بالتكافل الاجتماعي، يعني وده معنى ان ديننا دين معامله، معامله يعني هو الاصل. في شعائر ايوه، في هو الاصل فروض بنعملها، لكن الاصل المعاملة. فكان بقى التطبيق العملي الميداني بزيارة ملجأ أيتام، مختلف مراكز للكلى، مستشفيات عمل إطعام وتوزيعها في المستشفيات زي أم المصريين، مستشفى أبو الريش وخلافه، فمستشفيات كتيرة من المستشفيات اللي هي الحكومية. أيوة. فكانت إن هي بيكون فيها إطعام طعام أو معونات أو خلاف ذلك يعني. أيوة. انت بتقولي لي ان كمان حديثكم بيبقى بيكون لكل الناس بكل اللغات على كل المستويات الفكريه يا دينا، مش كده؟ طبعا. بتتولوا كمان على النت اداره وبتلاقي في استجابه من الناس، استجابه من كل الفئات، الكبار، الناس المسنه، الشباب، الناس الشباب اللي في سننا لما بيلاقوا اللي قدامهم مش حد كبير عنهم زيهم، بيتكلم بطريقتهم حد منهم، فبيستقبلوا ده جدا. أيوة. وبيحاولوا يتعاملوا معاه. وكمان الاطفال، الاطفال اصلا يعني غرس الدروس والاخلاق النبويه في الاطفال مهم جدا. فهو كنا بنحاول نعلمهم الحاجات دي ونحاول نقول لهم اللي احنا اتعلمناه، كنا بنلاقي مردود كبير جدا عند الاطفال، كانهم كانوا بييجوا يزوروا دور ايتام ويتعلموا ازاي يروحوا. الاطفال مهمه جدا، يعني في سن معين انت لو تغرسي فيه القيم النبيله الراقيه والاخلاقيات، لو الاساس عنده بالفعل. انت اسستيه صح بالفعل. بعد كده صعب قوي ان يحصل اي اوجاج. احنا عاملين في المسجد حاجه اسمها مدرسه تربيه النشء. مدرسه تربيه النشء دي بتبدا من سن 3 سنوات لحد 13 سنه. السن ده بيتعلموا فيه القران الكريم، السيره النبويه العطره، مفهوم العقيده الصحيح، يعني الله معي، الله ناظري، الله شاهدي، كل المعاني دي بنحاول ناسسها من السن الصغير ده، عشان لما يبتدوا يبقى عندهم العقيده السليمه اللي هي بتحميهم من افكار الالحاد او من افكار الجماعات الارهابيه. فيبقى انت معنى كده انت بتعملي من جيل من اول نشاته، من وهو من الصغر بنعمل على نشاه جيل ذو فطره دينيه صحيحه غير قابله للتغيير. أي. فهو دي كان برضو من أهداف، وبرضو دي اللي عملتها وزارة الأوقاف، إن يبقى في كل مسجد حاجة اسمها مدرسة لتربية النشء. بفضل الله احنا عندنا في مدرسة تربية النشء الأطفال الصغيرين دول بيصلوا أكتر من 200 طفل يعني. أيه. أكيد تطويع الفكر في السن الصغيرة دي مختلف أسهل. وأسهل بكتير قوي من أسهل. إن أنت تبدأي مع سن كبير على بالظبط. السن كبير خلاص ترسخت فيه بعض المعاني، علشان تغيريها أنت محتاجة جهد، لكن الطفل من على الصغر هي فطرة سليمة أنت بتحطي فيها اللي أنت عايزة تحطيه. أيه. فإحنا لو حطينا الدين الصحيح من الصغر والعقيدة السليمة من الصغر، هيبقى يجي صعب جدا إن حد يحرفه، يعني يخليه ينحرف أو ينجرف عن الطريق السليم. وهنا إحنا بنتكلم كمان عن نفسية، أنت لما بتتكلمي على نشأ طالع يعني قوي قوي دينيا، يبقى هو هيبقى سوي نفسيا، وهتلاقي بقى امراض زي اللي هي انتشرت دلوقتي، امراض الاكتئاب وامراض الاحباط والياس وعدم الطموح، كل ده هتلاقيه بيعالج نفسه اكيد مع الفطره الدينيه يعني السليمه والنشأة السليمه. الامراض النفسيه دي احسن علاج ليها هو العلاج ان هي تحطيه على الطريق المستقيم. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول تركتكم على المحجه البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك. فالمحجه البيضاء هي الصراط المستقيم، هي النور اللي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام جاء به، هي الرساله بتاعته. فيبقى كل من يحيد عن هذه الرساله خلقا واتباعا وتحقيقا هو في هلاك، هلاك نفسي وهلاك اجتماعي وهلاك اقتصادي، هلاك في جميع الميادين. لكن من اراد الرفعه والارتقاء فعليه بسنه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. حتى ابن حزم بيقول مقوله جميله جدا، من اراد خير الاخره وحب الدنيا أو حكمة الدنيا والاحتواء على كل إحسان، كل مظاهر الإحسان كلها، والاستحقاق
لكل مآثر الفضائل بأسرها فعليه بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء به في بيته مع جيرانه، مع التعامل مع الغير، في عمله، في وفائه، في سلوكياته، كل الحاجات دي لو اقتطى بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لحاد خير الدنيا والآخرة. لما بتكلمي أطفال صغيرين بتحكي لهم كل القصص دي وسلوكيات الرسول عليه الصلاة والسلام والسيرة النبوية بطرق الحكايات، لكن كل ما السن اختلف كل ما بنتطور معاهم، احنا بالعكس معي. حتى مثلا السن الصغير بتبقى بنعملهم زي مسرحيات نوصل فيها مثلا حاجة جزء من سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ازاي، علشان نوصل لهم الصورة بصورة مبسطة تترسخ في المعنى. يكبر شوية ممكن نخليهم فيديوهات، احنا بنخلي مثلا الاطفال هم ازاي ينزلوا فيديوهات ويشاوروا بالبروجيكتور ازاي عندنا في الجامع على اساس ازاي سيرة سيدنا النبي، غزوة احد، غزوة بدر، الغزوات، يحفظوا سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن ظهر قلب ازاي بهذه الوسائل، بتبقى بسهولة جدا بتصل اليهم المعلومة. نريمان ودينا سافرتوا في قفائل قوافل المحافظات مختلفة، بتلاقي ايه رد الفعل؟ رد الفعل صراحة بيبقى يعني بيأثر في قلوبنا جدا، اللي هو يعني الفرحة اللي بتبقى في عينهم، ويعني احنا غراب عنهم حقيقة لما تيجي تدي لحد كده يعني بكل تواضع، يعني احنا ممكن نتحايل عليهم ان هم ياخدوا الحاجة، بنلاقي رد الفعل العاطفي دوت، احنا فعلا بنتأثر، يعني احنا فعلا احنا اللي بنتأثر، فما بالك الطبع عليهم هو يبقى عامل ازاي؟ ايوه، فبيبقى احساسك ان انت عملتي اثر، يعني سبتي مردود كويس واثر طيب. وبعدين بحس انه احنا اللي محتاجين ده اكتر منهم، لان احنا انت بتستفيدي زي ما افدتيهم انت استفدتي، احنا بنستفاد، هم اللي بيفيدونا، بحس ان هم احنا لما بنديهم حاجه زي دي وبنشوف الفرحه في عيونهم كلهم، يعني دوت يعني احنا بنحس بمعنى الحياه، عملنا حاجه صح، اعمق من الرغبات الذاتيه، اعمق من الانا، وتطبيق اللي بنحبس نفسنا فيها، تطبيق كمان اللي احنا خدناه، اللي احنا بنعمل اللي احنا خدناه على ارض الواقع، ان احنا بنتعامل مع الناس دي وبنحاول نتعامل معاهم برحمه. أي. زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوفي اصل ان احنا نوصل للشباب ان يكون عندهم هذا المفهوم، لما بيعملوا عمل الخير عارفين ان العمل الخير ده ليهم قبل ان يكون للاخر، كنا ان احنا نوصل مع الشباب لهذا المفهوم، فاعتقد ان هو ده المطلوب من الحملات ومن المبادرات ومن التطبيق على ارض الواقع. بس ده بقى عايز علشان نتوسع في عدد شباب يبقى زي المثال الحلو او البنتين الحلوين قاعدين معانا دول، فكريا حلوين وكل حاجة، علشان العدد يزيد ده محتاج منكم جهد ومحتاج منكم وعمل جهد. متطوعين وعدد أكيد. متطوعين كتير هو ده بقى قادرين تواكبوا يعني ان شاء الله باذن الرحمن، يعني ربنا باذن الله يكون في العون ان شاء الله باذن الله، وطالما صدقت النوايا فستزيد العطايا، يعني باذن الله، طالما ان فعلا النيه خالصه لوجه الله، ان احنا فعلا عايزين دعوه صحيحه يرضى عنها الله ورسوله، فلا بد ان هيكون المردود زي ده. أيوة. وده اللي بقى بتحاول تعمله جاهدا وزاره الاوقاف، في ان هي ترتقي الاول بمستوى الامام والواعظه حتى يكون عندهم من الفكر ان يجمع ناس زي كده. أيوة. فلما يجمع هدي ويصل بيهم لهذا المستوى فهو ده المطلوب. ايوه. السنه اللي فاتت كان بعنوان مختلف، محمد رسول الانسانيه. بقاله كم سنه يعني المبادرات؟ هي المبادرات مستمره من وزاره الاوقاف، لكن ابتدت بقوه وبشراسه لهجوم الفكر المضاد اللي جاي على الإسلام والظهور في الأونة والأعوام الأخيرة، الجماعات الإرهابية وزيادة نسبة الإلحاد، لا ننكر ذلك. فبدأت وزارة الأوقاف من شعورها بمسؤولية في تجديد الخطاب الديني إن لازم يبقى فيه مبادرات قوية، ومش مجرد إن هي تبقى مجرد شهر ربيع الأول، لكن ده هي بتستمر على مدار العام، من ملتقيات ومن ندوات، من أندية بننزل للنوادي، لمراكز، لجامعات، بتحاولوا تخاطبوا كل المستويات لملتقيات. مثلا كان الملتقى الفكري بتاع المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه في سيدنا الحسين استمر فتره رمضان بالكامل، فكل الحاجات دي حتى نصل بالفكر للمسلمين بالفكر الاسلامي الصحيح. زي ما قلت في البدايه ان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بياخد اشكال كثيره قوي، وبنلاقي بلاد بتهتم جدا. تمام. بنلاقي بلاد فعلا بيبقى عندها فرح وفي حاله من البهجه. فتقدري تقولي انت سافرتي شفتي الاحتفالات المختلفه في بلاد مختلفه
بتاخد اشكال شكلها ايه؟ بتاخد اشكال مقارنه بمصر كمان. بتاخد اشكال. انا عايزه اقول لك ان انا مثلا في امريكا انا شفت ازاي المسلمين هناك والجاليه الاسلاميه ازاي بتحتفل في بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. كنت برضو في المغرب وشفت ازاي ان هم ازاي بيحتفلوا بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، بتاخد اشكال مختلفه جدا. فكل منا بيبتهج ويحتفل بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كما يراه، لكن احنا برضو هنرجع نقول ان الاحتفال في الاصل هو احتفال اذا كان مظهريا، لان ده احنا المفروض يعني اذا كان الاولى زي ما حضرتك بتقولي ان هم بيحتفلوا باعياد اخرى وباحتفالات لا تمس للمسلمين بصله. فالاولى هو الاحتفال بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وحضرتك عندك رد على اللي بيقول دي بدعه او لا حاجه ملهاش لازمه؟ لا لا لا، ده اللي بيقول كده يبقى هو لم يقرا ولم يفهم ما معنى كلمه بدعه. كلمه بدعه لو قالوا ان دي بدعه فنقول لهم ان البدعه في حاجه اسمها بدعه حسنه وبدعه سيئه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها، ولاخر الحديث من سن سنه سيئه. يبقى معنى كده ان في الدين حاجه اسمها السنه الحسنه والسنه السيئه، ونقول لهم ارجعوا لكتاب الاعتصام اللي هو اللي كتبه ابن حجر بيتكلم فيها عن قول الامام الشافعي في تفصيل انواع البدعه ما بين المكروهه والواجبه والمندوبه والمحرمه. فانواع البدع كثيره، انواع البدع كثير، لكن لما نيجي نقول ان الاحتفال بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان بدعه فانه بدعه حسنه. ولما نيجي نشوف مظاهر يعني ايه بدعه حسنه، هل جمع القران تم في عهد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما عملهوش سيدنا النبي. لكن عمله مين؟ سيدنا ابو بكر، اول من جمع القران في كتاب واحد، فيبقى هو سن سنه حسنه. تجميع السنة النبوية المطهرة في دواوين ما عملهاش ولا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا عملتها الصحابة، لكن كانت في عهد التابعين وأتباع التابعين فإنها سنة حسنة. مسابقات القرآن الكريم اللي بتتعمل دلوقتي، هل دي كانت أيام سيدنا النبي أو الصحابة؟ لا، ما كانتش موجودة، لكن هي دلوقتي إيه؟ طبيعي إن إحنا سنة بنطور مع التطور اللي بيحدث، اسمها حاجات من جنس العبادة، من جنس العبادة ولا تكون في ففي حاجة قاعدة فقهية اسمها إيه؟ الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل بتحريمها. فما فيش دليل بتحريم الاحتفال بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حاجة اسمها قاعدة فقهية أصولية مهمة جدا بتقول إن الفعل المتروك ليس بمحظور. الفعل المتروك ليس بمحظور. مش معنى إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما عملش يبقى أنا هو ده الفعل ده محرم، ولو كان عليه يبقى من أراد الحج فليحج إيه؟ على جمل زي ما سيدنا النبي عمل. لأن سيدنا النبي ما ركبش الطيارة. فمعنى اسمها الفعل المتروك ليس بمحظور. رب العزة بيقول ما نهاكم عنه الرسول فإيه؟ فانتهوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما قال ما نهاكم، ما قالش ما إيه؟ ما ترك. فيبقى دي معناها إن الترك لا يفيد بالحظر. بشكرك دكتورة جيهان، وكل سنة وانت طيبة، وبشكر دينا وبشكر نريمان، كل سنة وانتم طيبين، وكل مشاهدينا الكرام طيبين وبخير وفي أطيب حال إن شاء الله. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وإلى اللقاء إن شاء الله في نفس ميعادنا مع نفس فريق العمل الأسبوع القادم.